السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. معاكم محمد اشرف من قناه منح من كل الالوان، وان شاء الله باذن الله النهارده هكلمكم عن فرصه ممتازه جدا. بس قبل ما اتكلم عن الفرصه دي، حاب اوضح لقناتنا تعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فريد تتصفحوا القناه عشان تعرفوا على احدث المنح الدراسيه. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهوله. طيب خلينا نبدا ونتكلم عن منحه النهارده او فرصه النهارده. هي فرصة تدريب ممولة بالكامل في دولة اليابان، تمام؟ دولة اليابان من الدول القوية علمياً واقتصادياً، وكمان من الدول القوية في التكنولوجيا والمتصدرة العالم في التكنولوجيا، تمام؟ طيب، بالنسبة للتدريب ده مقدم من جامعة اسمها جامعة أوكيناوا في اليابان، والمنحة دي اسمها OIST، تمام؟ ده اسم المنحة اللي بيتم تقديمها للطلاب. طيب، بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي أو الفرصة دي، كل دول العالم متاح للتقديم، سواء انت من دولة عربية، افريقية، اسيوية، متاح ليك التقديم بكل سهولة في هذه الفرصة. طيب، بالنسبة للفرصة دي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن فرصة تدريبية، تمام؟ مدتها بتتراوح من شهرين حتى 6 أشهر، تقدر تحدد المدة اللي انت عايزها، عايز تاخد تدريب في شهرين، في 3 شهور، 4، 5، 6، زي ما انت عايز، تقدر تحدد مدة التدريب اللي انت عايزها. تمام كده؟ والتدريب ده بيكون في مجالات عديدة جدا، عندنا تخصصات عديدة بيكون فيها هذا التدريب، عندك علم الأعصاب، عندك الطب، عندك الهندسة، عندك تخصصات أدبية، عندك تخصصات علمية، فيها تخصصات كتيرة جدا متاحة عشان تقدر تاخد تدريب في أي من هذه التخصصات. تمام كده؟ فده بيساعدك إذا كنت أنت طالب أو خريج إنك تحصل على تدريب من جامعة من الجامعات القوية وفي التخصص اللي أنت حابب تدرسه أو اللي أنت بتدرسه حاليا. تمام كده؟ طيب، بالنسبة للتمويل المقدم من هذه الجامعة، هو تمويل ممتاز جدا ممولة بالكامل، بتاخد رسوم التدريب كاملة بالمجان في التخصص اللي انت عايزه، ما بيتمش دفع اي تكاليف من خلالك، كل التكاليف على حساب المنحة. تاني حاجة، تذاكر الطيران من بلدك الى اليابان ذهاب وعودة بتكون على حساب المنحة ايضا. تالت حاجة، انك بتاخد السكن الجامعي مجانا، مش بتدفع فيه اي تكاليف نهائية، تمام. رابع حاجة، ان انت عندك راتب شهري او دعم مادي، تمام. في دعم مادي يوميا يقدر ب 22 دولار بيتم اعطائها ليك يوميا عشان تغطي تكاليف طبعا الطعام وما الى ذلك. يعني لو حسبناها تقريبا شهريا 660 دولار شهريا بتاخدهم راتب، تمام؟ اضافه بقى خامس حاجه، المساعده في التاشيره عشان تقدر تطلع تاشيره اليابان بكل سهوله، بيتم اعطائها خطاب قبول وبيساعدوك في ده، بيتحملوا تكاليف التاشيره كمان. فعندنا مميزات عديده جدا بالنسبه للفرصه دي او هذا التدريب. كمان لما انت بتخلص هذا التدريب بيكون معاك شهاده بتثبت انك اتممت تدريب في احد الجامعات القويه في التخصص اللي انت مهتم بيه، تمام؟ طيب، عندنا بعض الملاحظات بالنسبه للمنحه دي، ان المنحه دي مش محتاجه منك شهاده لغه انجليزيه زي الايلتس او تويفل او اي شهادات لغه انجليزيه، تمام؟ اهم شيء تكون بتعرف اللغه الانجليزيه، ولكن مش مطلوب منك شهادات اثبات على ذلك. كمان متاحه لجميع الاعمار، سواء سنك صغير سنك كبير بتقدر تقدم، مفيش حد اقصى للعمر. كمان متاحة للجميع، سواء انت طالب او خريج بتقدر تقدم عليها، فهي بمثابة كده تدريب عشان تزود من معرفك في التخصص اللي انت بتدرسه حاليا او اللي انت انهيته ومهتم بيه، تمام كده؟ طيب، بالنسبة بقى للاوراق المطلوبة في المنحة دي، عندنا اوراق بسيطة مش معقدة. مطلوب السيرة الذاتية بتاعتك، السي في بتاعك لازم ترفقه، تمام؟ مطلوب شهادة التخرج بتاعتك اذا كنت انت خريج، او شهادة كشف درجات لو انت لسه بتدرس مثلا حاليا كطالب، تمام كده؟ مطلوب كمان اللي هو البيرسونال ستيتمنت اللي هو الخطاب التحفيزي، تكتب ليه عايز تنضم للمنحه دي وما الى ذلك. مطلوب اللي هو خطاب توصيه، تمام كده، وصوره شخصيه ليك. دي الاوراق اللي تحتاجها عند التقديم في المنحه دي. طيب، بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 15 ابريل 2021، ده اخر ميعاد. طبعا تقدر تجهز من دلوقتي الاشياء المطلوبه وتبدا في الابلكيشن عشان الوقت ما يضيعش منك، وتشوف ايه الاشياء اللي انت محتاجها عشان تقدم في هذه المنحه، تمام؟ كمان ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه، زي اللي احنا بنوفر منح مضمونه القبول في دوله الصين بنسبه 100%، كمان بنوفر خدمه التقديم على اي فرصه منحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، خدمه تجهيز الاوراق، وبنوفر كمان خدمه التقديم على الكورسات، ولو عايز اي خدمه من هذه الخدمات بتلاقي روابط جميع الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو، تمام كده؟ طيب، خلينا دلوقتي نروح ونشوف الاعلان الرسمي للمنحه دي وكيفيه التقديم. وده موقعنا الرسمي، موقع قناة منح من كل الألوان، تمام؟ وهنا هتلاقوا يعني التفاصيل المنحة اللي احنا بنتكلم عنها، من حيث طبعا
الدولة اللي هيكون فيها التدريب، الجهة المانحة، التخصصات، التمويل، الأوراق المطلوبة، آخر ميعاد للتقديم، وأيضا هتلاقي وهنا الأربع خدمات اللي احنا بنقدمها، وهنا روابط خدماتنا لو حابين تطلعوا على كل خدمة بشكل مفصل وتقدموا على أحد هذه الخدمات. تمام كده؟ طيب هنا أنا حاطط لكم رابط الإعلان الرسمي للمنحة، وهنا رابط أبليكيشن التقديم. هتضغط على الإعلان الرسمي للمنحة فيفتح معاك الإعلان الرسمي بهذا الشكل. تمام، ده الإعلان الرسمي للمنحة اللي هو OIST. تمام، هتلاقي كل التفاصيل اللي احنا شرحناها باللغة العربية موجودة هنا، من حيث التمويل أيضا كل التفاصيل، كل حاجة هتلاقيها موجودة في الموقع الرسمي. طيب لو أنا عايز أقدم بقى للمنحة، ترجع للمقالة وتضغط على كلمة قدم الآن، وهيفتح معاك الأبليكيشن الخاص بالتقديم بهذا الشكل. تمام، طيب انت دلوقتي كمستخدم جديد لاول مره للويب سايت او لموقع المنحه، لازم الاول تعمل اكونت على موقع المنحه. تمام كده، فعشان تعمل يعني الاكونت بتيجي عند كلمه كرييت نيو اكونت، وبتبدا تحط بياناتك، بتحط الايميل بتاعك، بتحط الاسم الاول، اسم العائله، وبتضغط على الكباتشا دي. تمام، وبتعمل كرييت نيو اكونت. لما بتعمل كرييت نيو اكونت بيوصلك على الايميل بتاعك لينك، اللي هو اكتيفيشن لينك، تضغط عليه ويبقى انت كده فعلت الايميل بتاعك او الاكونت بتاعك على موقع المنحه. بعدين حضرتك بتروح لللوجن دي، تمام، اللي هو بقى عشان تعمل تسجيل دخول وتبدا انك ايه تملا كل الحقول الخاصه بالمنحه. بتحط الايميل بتاعك هنا، تمام، وبعدين الباسورد، تحط الباسورد الخاص بيك، وبعدين بتضغط على كلمه لوجن عشان تدخل للابلكيشن. تمام، فهنا دلوقتي انا هدخل للابليكيشن بتاعي. الابليكيشن بتاعي هيفتح معايا بالشكل ده، اللي هو مثلا حطيت هكذا، ده اسمي مثلا على سبيل المثال، وده الابليكيشن بتاعي، وهنا بيقول لي يعني انا انضميت للابليكيشن من حوالي 18 دقيقة. تمام، طيب عشان املأ للمنحة دي اروح اعمل ايه؟ لازم الاول تروح على اللي هو الداشبورد بتاعتك. تمام، بتروح على القائمة دي وبتضغط على ماي داشبورد. تمام، وبعدين من الداشبورد دي بيظهر لك المنح المتاح ليها التقديم من خلال المؤسسه دي. فانت بتلاقي المنح المتاحه، بتلاقي اللي هي المنحه اللي هي بتاعه الريسيرش اللي احنا بنتكلم عنها، وهنا هتلاقي التفاصيل الخاصه بيها، اللي انا بدات فعلا ابلكيشن اللي هو اهو OIST ريسيرش انترشيب. فهنا مش بيطلع لي كاول مره، وانما بيطلع لي عليه تعديل لاني بالفعل بداته. هضغط على كلمه اديت عشان اعدل الابلكيشن. تمام، ووريكم ايه اللي بقى اللي بيظهر داخل هذا الابلكيشن. هيفتح معاك الابليكيشن بهذا الشكل. دي الحقول المطلوبه عندي. تمام، اول حاجه اللي هو البيزك انفورميشن، معلوماتك الاساسيه، تحط بقى اسمك، اسم العائله زي ما كنا كتبنا، بتحط طبعا لو بتعرف تكتب اسمك باللغه اليابانيه بتحطه، الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك بتحطه، السيتيزن شيب، دوله اقامتك، بعد كده البيرمننت ادرس اللي هي يعني الاقامه الدائمه. تمام، قاعد فين حاليا، ايه الدولة اللي انت مقيم فيها، البوستال كود بتاعك وما الى ذلك. بعد كده السبورتنج انفورميشن، بتحط بقى هنا ستيتمنت اوف بيربوس، خطاب التحفيز، ليه عايز تنضم للمنحة دي وما الى ذلك. تحط السي في بتاعك هنا، وبتحط صورة شخصية ليك هنا. تمام كده، طيب وهنا انت طبعا لو انت يعني طالب تبع هذه الجامعه او المؤسسه بتحط الاي دي بتاعك، ولكن طبعا كطلاب الوطن العربي مش منضمين لهذه الجامعه ومش طلاب في هذه الجامعه، فبتسيب الحقل ده فارغ. تمام، بعد كده بتخش على الاديوكيشن هيستوري، معلوماتك بقى انت في التعليميه السابقه او الحاليه، تحط بقى انت مثلا بتدرس في مؤسسه ايه، او خلصت ايه تحديدا، الدرجه العلميه اللي انت فيها او الدرجه العلميه اللي انت هتخلصها قريبا، بتحط ترانسكريبت كشف الدرجات بتاعك او شهاده التخرج، بتكتب درجتك اللي اتخرجت بيها او درجه اخر سنه دراسيه تمام انت حصلت عليها، وبتضيف كل هذا. تمام، بعد كده بتخش على الاريا اوف ساينتفك انترست، ايه هي المجالات اللي انت مهتم تاخد فيها التدريب، بتحط هنا المجالات، عندك كذا مجال، عندك كذا مجال تختاره. تمام، وبتحط المجال اللي انت مهتم بيه والمجال الفرعي الاخر، يعني انت متاح ليك تختار بحد اقصى اثنين من المجالات. تمام، وهنا طبعا الـ يعني لو انت في اساتذه بتعرفهم داخل هذه الجامعه مهتم ان هم يعملوا لك كذا التدريب، ممكن تحط اسماء الاساتذه كمان. طيب بعد كده بتحط الديوريشن، عايز تقعد قد ايه، بتختار المده اللي انت عايز تقعدها في هذا التدريب من كذا الى كذا. تمام، بعد كده بيقول لك يعني هل انت مهتم مثلا انك تحصل على درجه الدكتوراه فيما بعد، يعني لو واحد مثلا
قرب يخلص ماجستير او معاه درجه الماجستير وحابب ان هو يقدم على دكتوراه فيما بعد، ممكن كمان يقبلوك في منحه الدكتوراه. فانت بتختار هل مهتم ولا لا، هل مهتم ان انت تحضر هذا التدريب وتكون يعني تكتسب فيه الخبره والمعرفه الكثيره. بتضغط طبعا يس على هذه الاشياء، تمام. وبعدين هنا الترافل انفورميشن بيقول لك طبعا تحط رقم جواز السفر بتاعك وصوره من جواز السفر، تمام. بيقول لك هل معاك فيزا لليابان ولا لا، لو مش معاك تضغط على كلمه نودي، تمام، ان انت لسه بتحتاج استخراج الفيزا لما هم يرسلوا لك خطاب القبول في المنحه، تمام. وبتحط ايه اقرب مطار ناوي امتى تطلع منه، ويبقى انت كده حطيت كل التفاصيل. بعد لما بتملا كل هذه الاشياء بتضغط على كلمه سيف، تمام. وبعد كده بيطلع لك اللي هو الباتون او زر السبميت، بتضغط عليه ويبقى انت كده ملأت كل الحقول بنجاح، تمام كده. يبقى التقديم للابلكيشن بسيط مش معقد، ولازم تملى كل سيكشن على حده. يبقى زي ما شرحنا كل التفاصيل، اخر ميعاد 15 ابريل 2021، التمويل صراحه خرافي، بتذاكر الطيران، توفير بدل معيشه، كل الاشياء دي، الاقامه، كل حاجه متوفره على حساب المنحه. ما تنسوش كمان خدماتنا الإضافية اللي احنا بنوفرها، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.